جزاكم الله خيرا. كثيرا ما يرد جواب كثيرا من الأسئلة المتعلقة بالصلاة بأن تقضى الصلاة، كيف تقضى الصلاة وقد فات وقتها وفات منها أيام كثيرة؟ نعم، الصلاة إذا خرج وقتها فإنها تقضى ولا يجوز أن تترك. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن فاتته صلاة بسبب نوم أو بسبب نسيان ثم ذكرها في أي وقت فإنه يصليها، يبادر بصلاة. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، ثم صلى راتبة الفجر، ثم أمر المؤذن فأقام، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتقلوا من المكان الذي أدركهم النوم فيه. فدل هذا على أنه لا بد من الصلاة ولو خرج وقتها وأنها تصلى، ولا يسمى هذا قضاء لأن هذا هو وقتها، لأن هذا هو وقتها حيث لم يذكرها أو لم يستيقظ لها إلا في هذا، فهو وقته. نعم.